تعالوا نتكلم قبل ما نسيب النقطة بتاعت الملف السياسي ده، أتكلم على منظمات المجتمع المدني. مفيش حد يعني يرفض أبدا إن يبقى فيه مؤسسات وآليات تساهم في تطوير الحياة السياسية في مصر، بس أنا كنت أتمنى إن يبقى جنب منها منظمات منها بتشتغل في المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، ويكون صوتها بنفس صوتها العالي بنفس صوت المنظمات السياسية. ليه بقى؟ لأن هما لو بقى في صوت أعلى من صوت ده هيؤثر سلبا على المنظومة كلها، هيدي تقل لده أكتر ويديله معامل في المجابهة أكتر، في حين أن ممكن تكون بقية الملفات محتاجة نفس الجهد ونفس المعامل. وعشان كده بقول أنا ليا تحفظ على، مش رفض، تحفظ على الفهم وعلى الأداء، لأن هو برضو بيدرس فقط على أن ممكن نجاح مصر فقط من خلال أن يكون في حياة سياسية ناجحة، وده كلام فيه كتير من كلام صحيح، لكن ده مش كفاية. إن ما كانش جنب منه حياة اقتصادية ناجحة، ما كانش جنب منه حياة اجتماعية ناجحة، ما كانش جنب منه حياة دينية ناجحة، هيبقى فيه خلل كبير.